كل شويه مرتضى منصور يقول لك انا عندي 7 صفقات خلصته. طيب ال7 صفقات هو فعلا وقع معاهم لكنه لم ينهي علاقتهم بانديتهم ماشي، لكن في بعض اللعيبه لعيبه احرار. هقول لك ال7 صفقات والثامن اللي مضى اقرار رغبه، عشان حبايب جمهور نادي الزمالك المحترم اللي بيتابعني، غير المحترمين لا مش عاوزهم عندي اصلا، لكن المحترمين اقول لهم كل حاجه حلوه وتسعدهم. يعني الزمالك انهى اتفاقاته مع 7 فرق لكنه لم ينجح في انهاء اي علاقه لاي لاعب مع ناديه، لكن في 2 خلاص لاعبين احرار خدهم وخلص معاهم، اهمهم هو لاعب الوسط احمد توفيق لاعب نادي بيراميدز، واحمد ايمن منصور مساك نادي بيراميدز، الاثنين عقدهم خلص وخلاص هما الاثنين رايحين لاداره نادي الزمالك في الموسم المقبل باذن الله تعالى. ماضوا ده ما لم يعني لما يترفع القيد عن نادي الزمالك يقول لك الزمالك مسموح له بالقيد، لكن وارد في اي لحظه يجي لك قرار، خاصه ان ازمات نادي الزمالك في الفيفا لا تنتهي لا تنتهي، فما تعرفش يعني. لكن الاثنين دول خلصوا. مين بقى الصفقه الثالثه اللي مرتضى امله فيها كبير وانهاها مع رئيس مجلس اداره النادي؟ هو جين ابوكا مهاجم نادي امبي، برضو مرتضى اتكلم معاه مع رئيس نادي امبي وقال له عايزينه، قال له ماشي، وبيتكلموا في الفلوس. اما اللاعب الرابع فهو عبد الكبير الواد مهاجم نادي سموح، باقي في عقده سنه واتفقوا معاه ايضا وانهوا الاتفاق معاهم. اما اللاعب الخامس فهو عبده يحيى، اعتبره يعني لاعب الوسط المهاجم في نادي غزل المحله ايضا. ثم اللاعب السادس هو هشام صلاح ظهير ايمن الاتحاد السكندري لحمزه المسلوسي، انتوا عارفين يعني مش محتاج ان انا اقول رايي فيه، كلكم عارفين رايي فيه يعني، وكلكم اصلا ارائكم فيه يعني اسوأ من رايي انا فيه. وحازم امام كثير الاصابات، ورغم انه اول واحد راح لمرتضى عشان يجدد عقده مرتضى ما جددلوش لحد حتى هذا اليوم، رغم ان حازم لعيب مهاري جدا وعالي جدا ولكنه يحتاج الى شيء من التركيز. اما اللاعب السابع فهو محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش الذي وقع مع البنك الاهلي وعنده استعداد، البنك الاهلي قال له ما فيش مشكله عايز تروح الزمالك روح، لكن ادفع مقدم التعاقد، ففي انتظار مقدم التعاقد من الزمالك عشان يخلص عشان يروح هناك، لكن الزمالك كل ده بيسوف لحد ما يشوف له حق قيد وصفقات والله يخلص مع لعيبه، وفي الاخر يبقى كل لاعب فيهم لاعب حر ويبقى بيمشي زي اللي مشوا حمد النقاز وغيره. بالمناسبه حمد النقاز من حقه العوده للعب في نادي الزمالك وفقا لتعاقده، ولو ما خدش فلوسه يحق له اللجوء الى الاتحاد الدولي لكرة القدم للمطالبة بمستحقات. اما اللاعب الثامن الذي حصل لنادي الزمالك على توقيعه على اقرار رغبة فهو مصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش. كل دول الزمالك محتاج ان يخلص مع انديتهم باستثناء الثنائي احمد توفيق واحمد ايمن منصور اللي هم لاعب حر كلا منهما، فبالتالي دي صفقات نادي الزمالك نتمنى لهم التوفيق باذن الله تعالى. طيب